12 يوما على موعد عقد جنيف 2، هل هي فترة كافية للراعيين الأساسيين للمؤتمر الروسي والأمريكي لتذليل العقبات وتثبيت موعد المؤتمر؟ ما يوحي بحل عقدة رفض بعض القوى المشاركة الإيرانية صدر من موسكو، حيث تم التفاهم مع واشنطن على أهمية دور إيران في إنجاح ذلك الاستحقاق. واللافت أن الكلام عن دور إيران تصادف مع حصول تقدم بشأن الاتفاق على برنامجها النووي. استكمال الحراك الروسي سيتم في باريس بين الوزيرين جون كيري وسيرجي لافروف الاثنين، بعد لقاء الأحد بين ائتلاف المعارضة في الخارج ومجموعة أصدقاء سوريا. هل سينجح الروسي والأمريكي في تدوير الزوايا وحضور من يجب أن يشارك؟ وهل سينعكس ميزان القوى على الأرض بين جماعات المعارضة على الدول والائتلاف والشروط المسبقة للمؤتمر؟ وماذا ستكون النتيجة فيما لو فشلت الجبهة الإسلامية في إقصاء نفوذ حليفها السابق داعش؟ وأي رسالة يريد البيت الأبيض توجيهها بقوله إنه لا يزال يراجع قضية تقديم مساعدة غير مميتة للمعارضة؟ كل تطورات الملف السوري بتحركاته الدولية وصراعاته الميدانية ستكون في المحور الأول للمسائية. أما في المحور الثاني فنتابع تطورات الأزمة التونسية وأبرز التحديات التي تواجه مهدي جمعة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. توقف مع موجز لأهم الأنباء. مساء الخير لينا، مساء الخير مشاهدينا الكرام. أعلنت إيران التوصل إلى حل جميع نقاط الخلاف في اتفاق جنيف النووي بعد محادثات بين نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي ومساعدة كاثرين أشتون هيلغا أشميت، إلا أن واشنطن نفت ذلك ووصفت ما أعلن بغير الدقيق. أما الاتحاد الأوروبي فقد أكد حصول تقدم كبير خلال محادثات جنيف مع المفاوضين الإيرانيين، وعباس عراقتشي قال إن نتائج المباحثات ستعرض على المسؤولين في طهران وعواصم الدول الست. في مصر قتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرون خلال اشتباكات بين أنصار الإخوان المسلمين وقوات الأمن في الإسكندرية والسويس، كما سجلت مواجهات في الجيزة وفق مراسل الميادين. وقد أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال 169 متظاهرا. تحركات الإخوان التي جاءت تلبية لدعوة تحالف دعم الشرعية للتظاهر بعد صلاة الجمعة قوبلت بإجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع للجيش وقوات الأمن في مداخل القاهرة وميادينها والجيزة على نحو خاص. في العراق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب مقتل 25 مسلحا من داعش، بينهم قيادات كبيرة، خلال مواجهات في الرماد في محافظة الأنبار، كما سقط 4 جنود قتلى وأصيب 30 بانفجار عبوتين ناسفتين في الحديثة استهدفتا حافلات عسكرية، وسجلت اشتباكات بين الجيش وعناصر مسلحة في هيت غرب الأنبار. رأى قائد القوات الأمريكية في أفريقيا الجنرال ديفيد رودريغيز أن مختار بالمختار أمير تنظيم الموقعون بالدماء يملك الوسائل لتنفيذ هجوم جديد شبيه بالهجوم على أنميناس في الجزائر. رودريغيز وفي تصريح صحفي أعرب عن اعتقاده بأن تنظيم بالمختار يملك القدرة على شن هجوم جديد على المنشأة النفطية في الجنوب، وأشار المسؤول الأمريكي إلى مساعدة بلاده لليبيا على تحسين وضعها الأمني وتقديم مساعدات جوية واستخبارية لفرنسا في مالي لمواجهة المجموعات المسلحة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون رئيس جنوب السودان سيلفا كير إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وهي النقطة التي تعيق تقدم المفاوضات بين حكومة جنوب السودان وأنصار رياك مشار. أما الولايات المتحدة فقد أعربت عن خشيتها من تشتت جنوب السودان. وفي الجانب الميداني قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أغير إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على بانيتو عاصمة ولاية الوحدة، وأوضح أن هذا الإنجاز الميداني يعني السيطرة على كل حقول النفط في الولاية. صادق الاتحاد الأوروبي على القيام بعملية عسكرية في أفريقيا الوسطى دعما للقوات الفرنسية والأفريقية. موقف الاتحاد الأوروبي جاء فيما قدم رئيس أفريقيا الوسطى ميشيل جوتوديا ورئيس وزرائه نيكولا تيانغاي استقالتيهما فيما طالبت فرنسا بإيجاد بديل للرئيس المستقيل في أسرع وقت ممكن.
جدد دبلوماسيون روس خلال لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ويندي تشيرمان في موسكو، جددوا تأكيدهم على دعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد في تصديه للمجموعات الإرهابية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن المسؤولين الروس أبلغوا تشيرمان أن حملة الرئيس الأسد ضد الجماعات الإرهابية تحظى بتأييد روسي شامل. وشدد مندوبو روسيا على أهمية توحيد جهود الحكومة السورية والمعارضة الوطنية في محاربة المجموعات الإرهابية. وفي تطورات مسلسل الحرب بين داعش وأشقائه، سيطر التنظيم على مدينة الرقة بالكامل باستثناء حي رميلة بعد اشتباكات مع فصائل سورية معارضة بقيادة الجبهة الإسلامية بحسب مراسل الميادين. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المواجهات المستمرة منذ أسبوع بين الطرفين أدت إلى مقتل نحو 500 شخص، أكثر من 400 منهم من المسلحين. وكان الجيش السوري قد استهدف تجمعات للمسلحين في تدمر، ما أدى إلى مقتل عدد منهم وتدمير آليات عسكرية. احتدم القتال بين داعش والجبهة الإسلامية، تصفيات وإعدامات جماعية وقتلى، وصل عددهم خلال أسبوع إلى 500 قتيل بين المتحاربين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. الهزائم المتلاحقة للدولة الإسلامية في العراق والشام في حلب وإدلب لم تنسحب بعد على معقل التنظيم في الرقة، حيث سيطر داعش على حي المشلب ومقر جبهة النصرة في مقام أويس القرني، وقصف معبرة الأبيض والجهة الجنوبية للمدينة. اللافت في معارك الرقة دخول جبهة النصرة بقوة على خط المواجهة مع داعش، حيث أفيد عن مقتل حسين الجولاني أحد قيادي النصرة. كما أعلن داعش سيطرته على مقر كانت تابعة لكتائب أحرار الشام. وفي الرقة أيضا فر أكثر من 60 عسكريا سوريا من معتقل تابع للجبهة. أما في شمال ريف حلب أكبر معاقل الجبهة الإسلامية، فتشتد المعارك مع داعش عند أطراف بلدة عندان ومدينة الباب وبلدة حيان، فيما تمكن التنظيم من السيطرة على بيانون بعد انسحاب مقاتلي الجبهة منها. بلدة دركوش في إدلب شهدت أيضا اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وفيما تقاتل المعارضة المسلحة نفسها يتقدم الجيش السوري في ريفي دير الزور ودمشق. التطورات الميدانية في سوريا يوازيها تحركات متسارعة على خط واشنطن موسكو باريس وطهران، وأيضا تحركات لأطياف المعارضة في الخارج. وبين التحركات لقاء مرتقب بين لافروف وأحمد الجربة. عمر كايد والتقرير التالي. انقسامات واضحة بين أطراف المعارضة السورية وخلافات كبيرة بشأن المشاركة في مؤتمر جنيف 2. نحو 150 معارضا توجهوا إلى مدينة قرطبة في إسبانيا لمناقشة سبل التوصل إلى توافق أو نقاط مشتركة فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي المرتقب. لنخرج بموقف موحد يمكن أن يذهب ببعض الشتات والتفرق الذي عصف بهذه الثورة وممثلي هذه الثورة. يقر الجميع بأن الخلافات كبيرة، خلافات تعكس ربما حجم التباينات بين الدول الداعمة لمكونات المعارضة، فيما يصر المجتمعون على أن يؤول جنيف 2 إلى انتقال السلطة. نطالب المجتمع الدولي أن يساعد الشعب السوري وأن يجد حلا لمشكلته، والحل يكون بإسقاط النظام بكل رموزه وأشكاله. لكن هذا المطلب غاب حتى عن تصريحات الراعيين الروسي والأمريكي مهندسي جنيف 2. بات التركيز دوليا على محاربة الإرهاب والحل السياسي للأزمة. في 13 من الشهر الجاري يلتقي في باريس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري. الطرفان سيناقشان مجددا بعض القضايا المتعلقة بمؤتمر جنيف 2 وفي مقدمها مشاركة إيران، ولا سيما أن مساعدي الوزيرين اتفقا في موسكو على أهمية دور طهران في إنجاح المؤتمر. اجتماع كيري ولافروف يسبق أيضا لقاء في باريس لمجموعة أصدقاء سوريا، اجتماع يهدف إلى تأكيد الدعم للائتلاف الوطني والدفع باتجاه تشكيل حكومة انتقالية تحظى بكامل السلطات التنفيذية. الاتصالات المكثفة لتحضير مؤتمر جنيف 2 وصفت بأنها وصلت إلى تحضير اللمسات الأخيرة، لكن الأمم المتحدة الراعية للتفاوض لم تضمن بداية الحوار بين السلطة والمعارضة. تقرير قاسم عز الدين. بحسب قواعد التفاوض التي وزعتها الأمم المتحدة على المدعوين لحضور مؤتمر جنيف 2،
لن يكون حوار مباشر بين وليد المعلم وأحمد الجربة، فالأخطر الإبراهيمي هو من يتولى نقل وجهات النظر بين غرفتين متجاورتين على الأرجح. لكن أحمد الجربة لا يمثل وحده أطياف المعارضة السياسية التي رفضت الانضمام إلى وفد الائتلاف كما صدر عن هيئة التنسيق وحزب الاتحاد الكردي. فضلا عن ذلك، فإن عمليات الكر والفر بين داعش والجماعات الإسلامية المناوئة عقدت إمكانية مشاركة هذه الجماعات في المؤتمر بصفتها تحظى بتمثيل ميداني بحسب وصف الإبراهيمي. على صعيد آخر، سيكون على الدول المدعوة دعم الطرفين والتصرف بشكل مسؤول ومرونة على ما تذكر قواعد التفاوض. إنما لم توجه الأمم المتحدة الدعوة لإيران برغم أن الأمين العام تمنى ذلك. الخارجية الأمريكية ألمحت إلى أمكانية تمثيل إيران بمستوى أدنى من المستوى الوزاري، لكن إيران رأت ذلك مسا بالكرامة الوطنية. الخطوات المطروحة على الحوار هي إقامة هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية، لكنها يجب أن تتشكل على أساس التوافق المتبادل. هذا بشأن ما تسميه قواعد التفاوض عملية انتقالية. إنما قبل الدخول في هذه العملية، هل يتم وقف إطلاق النار كما استبعد الإبراهيمي؟ وهل سيتوقف دعم الإرهاب كما تطالب السلطة؟ الأمم المتحدة لم تطرح مثل هذه المشكلات العملية على بساط البحث، ولم تتناول كيفية الوصول إلى وقف الحرب والدمار، إنما أسهبت في تفصيل الأمان بشأن المستقبل غير المنظور. وزير الخارجية الألماني يقول إن المؤتمر يخفف حدة الصراع وإن لم يتمكن من إنهائه. ومن العاصمة الروسية موسكو تنضم إلينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط إلينا سوبونينا، ومن واشنطن ينضم إلينا مدير مؤسسة الاستشارات السياسية دانيال فراتشي. أهلا بكما سيدة إلينا. هل سمع الروس من الأمريكيين كلاما واضحا حول دور إيران أو أهمية دور إيران في مؤتمر جنيف 2؟ روسيا تعتقد أن مشاركة إيران ستكون مفيدة، وروسيا أكثر من مرة أوضحت هذا الموقف لكل الوسطاء الدوليين بما فيهم أمريكان. وعلى فكرة ليست هناك مشكلة كبيرة في موقف أمريكا تجاه المشاركة الإيرانية في مؤتمر جنيف 2. هم مبدئيا أظهروا استعدادهم للموافقة على مثل هذه المشاركة منذ أشهر، ولكن المشكلة الحقيقية هي تكمن في موقف السعودية، وهي حليف من حلفاء أساسيين لأمريكا في المنطقة. فبهذا السبب أمريكان يأخذون بعين الاعتبار موقف العربية السعودية. وروسيا تعرف بأنه ليس كل دول الخليج على نفس الموقف تجاه مشاركة إيران. أنا شخصيا التقيت في الكويت على سبيل المثال بوزير خارجية هذه الدولة، وقال لي أنه ليس هناك أي مشكلة، ليس هناك أي اعتراض من قبل الكويت للدور الإيراني في مثل هذا المؤتمر. فروسيا تتمنى أن تكون هناك موافقة كاملة على هذا الشيء من قبل الكل، لأنه دور إيراني في الأحداث في سوريا هو معروف، ومن المستحيل حل الأزمة السورية بدون أخذ بعين الاعتبار مصالح إيران. نعم، وفي المقابل يقول البعض أنه أيضا من المستحيل حل الأزمة السورية من دون السعودية. واسمحي لي أن أنقل النقطة التي أثرتها قبل قليل سيدة إلينا إلى السيد دانيال فراتشي. لغاية الآن لم تنجح على ما يبدو الولايات المتحدة سيد دانيال في إقناع السعودية بجدوى حضور جنيف 2 في الوقت الذي أبدت إيران استعدادها ورغبتها لذلك. لماذا برأيك؟ في الواقع توجد قضايا كثيرة في هذا السياق. إن السياسة الولايات المتحدة الأمريكية ليست متسقة في هذا السياق، حيث أن إدارة أوباما التي
وقعت في عثرات عدة انطلاقا من مصر، من دعمها لمبارك ومن ثم لمعارضته ومن ثم لمهاجمات ليبيا من دون أي مصلحة في ذلك، ومن ثم لانتقال إلى وضع جديد في العراق، وثم ما حصل من أحداث وتطورات واضطرابات في أفغانستان. بالتالي خلفية السياسات الأمريكية معقدة الغاية، ومن المهم فهمها لكي نتيقن ما هي حقيقة الموقف الأمريكي حيال سوريا. وفيما يتعلق بسوريا بشكل خاص، بالطبع إن إدارة أوباما تتبع موقفا واضحا، لا سيما وأن الرأي العام الأمريكي بات مناهضا بشكل كبير لأي تدخل أمريكي عسكري مباشر في سوريا، ولكن أمريكا تدعم انعدام الاستقرار في سوريا. وهنا يكمن التناقض الحقيقي، ولذلك لذلك شهدنا التطورات السياسية من الضربة العسكرية المحتملة وصولا إلى التحضير والإعداد لمؤتمر جنيف 2. بالتالي لابد من فهم كل هذه الخلفية حيال موقف أمريكا حاليا. هذا بشكل عام. سأعود وأسألك عن موقف الولايات المتحدة من كل من إيران والسعودية. قلت جملة مهمة جدا، أنه أمريكا تدعم انعدام الاستقرار في سوريا. الآن بأي هدف برأيك؟ في الواقع لو كانت هناك نية محددة للولايات المتحدة الأمريكية في انعدام الاستقرار في سوريا لكان هناك دعوة لكل الأطراف، وبالطبع ما كانت أمريكا لتتخلى عن الحل العسكري، لا سيما من خلال مشاركة السعوديين بهدف أيضا دعوة إيران بعد ذلك، ولكي يأتي الجميع إلى طاولة الحوار. نعم. لكن لاحظنا ما حصل من تطورات في آب أغسطس، والآن نرى أن هناك تقارير متعددة حول دعم أمريكا لبعض المجموعات المسلحة، وذلك يضيء على انعدام الاتساق في السياسات الأمريكية. وها هي أمريكا تعيد وضع كل الخيارات على الطاولة وتحاول أن تجمع كل الأطراف مثل إيران والسعودية إضافة إلى تركيا، وهذا يضيء على تطور السياسة الأمريكية. وهذا أيضا يؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية غير متسقة في سياساتها، ما يؤكد أنها تريد المزيد من انعدام الاستقرار بدلا من إيجاد حل. نعم سيدة ألينا، اليوم كان هناك كلام لافت أيضا لدبلوماسيين روس أثناء لقائهم بويندي تشيرمان، عندما دعمت روسيا أو أعربوا عن دعم روسيا المطلق للرئيس السوري بشار الأسد في محاربته أو مكافحته للإرهاب. أي رسالة يريد الروس إيصالها في هذا الوقت بالذات من وراء هذا الكلام، ولمن تحديدا؟ المفاوضات هذه في موسكو على مستوى نواب وزراء الخارجية كانت ناجحة، وهي كخطوة في إطار التحضير لمؤتمر جنيف 2. في نفس الوقت هذه المفاوضات قد أظهرت أنه الوقت بالفعل ضيق قبل انعقاد هذا المؤتمر في التواريخ المتفق عليها، لأنه المعارضة غير جاهزة لحتى الآن لحضور هذا المؤتمر، والأمريكان تقريبا يعترفون بأنه مدى تأثيرهم على المعارضة محدود. أما بالنسبة للموقف روسيا تجاه الإرهاب، فروسيا تدعو الكل لمكافحة هذا المرض، وروسيا أيضا تعاني من هذه المشكلة. وأنتم تتذكرون عمليات إرهابية في مدينة فولغوغراد في نهاية السنة الماضية، وروسيا تشير إلى أن هناك معارضة معتدلة في سوريا، ولكن في نفس الوقت هناك مجموعات متطرفة لا تخضع لأحد، وروسيا تدعو المعارضة المعتدلة للتوحيد جهودها مع ممثلي الحكومة السورية وأيضا مع وسطاء دوليين ومع
الأمم المتحدة، لأنه الإرهاب وتطرف هو عدو للجميع. طيب هنا في هذه الجزئية تحديدا اسمحي لي أن أسأل سيد دانيال، إلى أي مدى سيد دانيال الولايات المتحدة تبدو مؤثرة أو تستطيع التأثير سواء على الائتلاف لناحية اتخاذه قرار بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2، أو لناحية المعارضات المسلحة الكتائب والفصائل المسلحة على الأرض في سوريا؟ في الواقع يعتمد الأمر على من نطرح السؤال عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة إلى إدارة الرئيس أوباما، تعتبر هذه الإدارة كما ذكرت ضيفتك الكريمة أن تأثير أمريكا قد اضمحل، لا سيما وأن الجيش السوري الحر قد تم إعدامه بين مزدوجين. مع مجيء كل هؤلاء المقاتلين من كل الحدود، وبالتالي ما من مجموعة معارضة واحدة بديلة، وهناك كل هذه الألوية والمجموعات المختلفة في وقت من الأوقات خلال الصيف تحديدا، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بعض المساعدات العسكرية، وقدمت بعض المساعدات على مستوى التدريب، والمجموعات المسلحة باتت أفضل تدريبا وعسكرة، وذلك بالطبع بفضل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالطبع التأثير الأمريكي قد اضمحل وتضاءل مقارنة مع ما كان عليه عند وكالة المعارضة، قوة مركزية أكثر مما هي عليه، وهذا بالطبع يصعب مهمة إدارة أوباما في جهدها الهادف إلى إيجاد مخرج للقضية على مستوى الأمم المتحدة والمنطقة. ونحن نرى كيف أن انعدام الاستقرار بدأ يؤثر على الجميع وعلى شركائنا في الخليج، وهذا يؤكد على ضرورة وجود كل أصحاب المسلقة حول طاولة المفاوضات مثل أتراكي وإيران والسعوديين، إذا ما أردنا فعلا أن نتوصل إلى عملية ديمقراطية حقيقية في سوريا وإنجاح الحل السياسي في المستقبل القريب. لكن بالطبع الأمر يضمحل يوما بعد يوم. نعم، وربما تأكيدا هذا الكلام، هل يندرج ما قاله البيت الأبيض من ضمنه أيضا عندما قال لا يزال يراجع قضية تقديم مساعدة غير مميتة للمعارضة؟ هل هذا أيضا يدل على عدم انسجام أو ارتباك ما لدى الإدارة الأمريكية في الوضع السوري حاليا؟ بالطبع عدم الاتساق هو واضح، ونحن مثلا نريد أن نقدم مساعدة إضافية مثلا في العراق، في تلك الدولة التي تخلينا عنها وخرجنا منها في منطقة الفلوجة لكي نعيد إعمار هذه المدينة، وهذه المساعدة غير المميتة. لكن في الواقع ما حدث هو أن الإدارة كانت تريد أن تدخل بكل قواها العسكرية في أبي أغسطس، وقد تم منع ذلك لأن الرأي العام الأمريكي كان معارضا لهذه الضربة العسكرية، والكونغرس الذي كان في استراحة وقتها قد وجه بشعور بالكراهية الشديد من جانب الرأي العام، ولذلك رفض بعد ذلك طلب الرئيس الأمريكي من المضي قدما بالحل العسكري. الموقف الأمريكي لم يتغير بشكل كبير، وتم عكس ذلك على مستوى إعدادات لجنيف 2. ومع ذلك الإدارة تختلف كثيرا في موقفها عن الرأي العام الأمريكي، عن الكونغرس، عن مجلس الشيوخ. الإدارة لا تريد استخدام القوة، وتريد مشاركة كل الأطراف، وتريد حلا سياسيا. إدارة أوباما تريد أن تجد حلا، وهناك قوة أخرى تريد أن تبث انعدام الاستقرار، وتريد دعم المساعدات غير المميتة بين مزدوجين والحلول التي تؤدي إلى التدخل العسكري في نهاية المطاف، والاختلاف والبون شاسع بين هذين الطرفين، وذلك يؤكد على انعدام اتساق السياسات بالنسبة إلى إدارة أوباما. نعم. سيدة إلينا، إلى أي مدى خدم ما يجري على الأرض في الميدان السوري اليوم التقاتل بين المجموعات والفصائل المسلحة؟ إلى أي مدى خدم روسيا والسلطات السورية بشكل رأى البعض أن مؤتمر جنيف 2 ربما يتحول إلى تظاهرة كبيرة دولية كبيرة لمحاربة أو الإعلان عن مكافحة الإرهاب؟
الحكومة السورية بالتأكيد مستفيدة من مشاكل في داخل صفوف المعارضة، لا شك بهذا الشيء، ولكن روسيا لا تستطيع أن تستفيد من عدم الاستقرار في سوريا. روسيا قلقة بهذا الشيء، وأنا أدعو أن تنظروا لروسيا كإلى وسيط دولي مهم. وللأسف المشكلة الأساسية الآن في موقف المعارضة بالذات، وأيضا في مدى التأثير الأمريكي على الأحداث في العالم وفي الشرق الأوسط، برأيي المشكلة ليس في كأنه أمريكا تريد فوضى خلاقة، من الصعب على الفوضى أن تكون خلاقة، ولكن القضية الأساسية بأنه تأثير أمريكا على الأحداث هو محدود وسياسة أمريكا متناقضة. فبهذا السبب هل ترين أن هذا إرادي؟ سؤالين مهمين. نعم تفضلي، ما هما السؤالان؟ نعم أنا أعتقد بأنه سياسة رئيس باراك أوباما في الشرق الأوسط هي متناقضة، وهي بحاجة إلى استراتيجية أوضح من هذا، ولكن لحتى الآن هي غير موجودة. وبهذا السبب هناك سؤالين لحتى الآن ليس جواب عليها. والسؤال الأول، هل سينعقد مؤتمر جنيف 2 في تاريخ محدد في والسؤال الثاني، حتى إذا انعقد هذا المؤتمر هل ستكون نتائجه فعالة أم لا؟ فهناك شكوك كثيرة حول هذا الشيء. نعم، هذا السؤال الكبير، ما إذا كانت النتائج يعني ستكون مفيدة للأزمة أو بحل الأزمة السورية، ولكن أنت تشككين بكل الأحوال بتاريخ انعقاده، علما أنه أعلن عن ذلك رسميا ووجهت الدعوات للأطراف، لمعظم الأطراف المشاركة. أنا أتمنى أن ينعقد مؤتمر جنيف 2 في هذا التاريخ، لأنه تأجل أكثر من مرة، وهذا مضر للأوضاع في داخل سوريا، لأنه الحل السياسي هو حل وحيد لهذه الأزمة. بالفعل الدعوات قد وزعت وباستمرار في توزيعها، ولكن المشكلة في موقف المعارضة. أنتم تعرفون بأن المعارضة تؤجل قرارها الرئيسي. الآن المفاوضات في باريس حتكون حاسمة. نعم. ولكن لا أخفي عليكم بأن بعض الوسطاء الدوليين يقترحون تأجيل المؤتمر لكي يكون فعال أكثر. نعم. نتمنى أن لا يحدث ذلك. نعم. سيد دانيال، هل هناك حديث في الأوساط الأمريكية عن إمكانية تأجيل مؤتمر جنيف 2؟ في الواقع يوجد تزامن مثير للاهتمام في هذا التاريخ، حيث أن الإدارة وفي 28 من هذا الشهر هو الموعد المحدد الذي يتوجه فيه الرئيس الأمريكي للشعب الأمريكي في مناسبة عيد الاستقلال، وهناك تزامن مثير الاهتمام بين المؤتمر وهذا الحدث. وإن إذا ما تمكنا في مؤتمر جنيف 2 أن نجمع بين كل الأطراف، لا سيما الأتراك والسعوديين وإيران وكل الأطراف في الميدان، وأن نحاول بلورة هذا النجاح في خطاب الرئيس، فسيعقد في وقته. لأن كان هناك نوايا أخرى وعدم اتساق إضافي، فأنا مؤكد من أن المؤتمر سيؤجل أقله لأسابيع. أشكرك جزيلا سيد دانيال فراتشي، مدير مؤسسة الاستشارات السياسية من واشنطن. كذلك أشكرك سيدة ألينا سوبونينا، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط من موسكو. بدأ مهدي جمعة مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة في تونس خلفا لحكومة النهضة المستقيلة برئاسة علي العريض. تحديات كثيرة تنتظر جمعة، لعل أبرزها الملف الأمني الذي اتخذ بعدا إضافيا مع إعلان واشنطن لجماعة أنصار الشريعة في تونس وأيضا في ليبيا تنظيمين إرهابيين. التحديات المهمة أيضا أمام جمعة تبدأ من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا بعد موجة الاحتجاجات الشعبية خلال الأيام الماضية رفضا لزيادة الضرائب. مهدي جمعة
في رئاسة الحكومة التونسية بعد أشواط من حوار أفريقاء السياسة برعاية الرباعية. جمعة يتحمل المسؤولية وهو على علم بأن من أبرز مهامه إيصال البلاد إلى بر الأمان عبر تهيئة الأرضية لانتخابات نزيهة يحدد فيها الشعب خياراته للمرحلة المقبلة. إن شاء الله تتكثف جهودنا لتذليل العقبات، لإرجاع الاستقرار، وكذلك لتصليح بعض ما يجب تصليحه، ومواصلة المشوار في كل ما تبنى على قاعدة، وإن شاء الله نوصلوا نغلبوا العقل ونغلبوا المصلحة الوطنية. هو منكب على أعداد فريقه وباش يكون فريق مصغر ويكون متكون من كفاءات مشهودة لها بحيادتها باستقلالها. استقالة حكومة العريض والانطلاق في تشكيل أخرى خطوة رحب بها الشارع التونسي، معربا عن تفاؤله بنجاح هذه الحكومة في معالجة ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد. ثاني بالحكومة الجديدة إن شاء الله معناها تكون خير من سابقتها وتفضي الانتخابات. والله انتظاراتي تزيد تسهل لنا توا المرحلة الانتقالية باش نكملوا نتعداو للانتخابات باش تتعدى في ظروف إن شاء الله باهية. تفاؤل الشارع قابله تخوف المراقبين من المرحلة القادمة وتوقعهم ألا تنتهي الصراعات الحزبية باستقالة العريض. سنمر بفترة ضبابية أعتقد، ومن قد يحصل ارتباك لأن الأحزاب الآن ستحاول أن تتصارع أيضا من خلال هذه الحكومة ولكن بطرق مختلفة. كل الأنظار تتجه إلى تركيبة حكومة جمعة المنتظرة والتي ستتكون من كفاءات مستقلة، مع تخوف بعض الأطراف من أن تتضمن أسماء مثيرة للجدل. أزل الستار على حكومة علي العريض ليبدأ مهدي جمعة مرحلة جديدة، مرحلة ينتظر منها الجميع أن تعيد المسار الانتقالي إلى طريقه الصحيح. مهمة صعبة لكن قد تجعل منه رجل المرحلة. سميح البغانمي، تونس، الميادين. بعد ثلاثة أيام من المواجهات والاحتجاجات رفضا لزيادة الضرائب، عاد الهدوء لمدينة القصرين التي ترزح تحت عبء التهميش كما يقول سكانها. الاحتجاجات سجلت بشكل أساسي في الأحياء الفقيرة التي تعاني البطالة. هدوء حذر يخيم على الأحياء الفقيرة في مدينة القصرين. الاحتجاجات وضعت أوزارها بعد ثلاثة أيام من الصدامات العنيفة، احتجاجا على زيادة الضرائب إضافة إلى المطالبة بحصول المدينة على حقها في التنمية. نحن لا سرقنا، نحن نعمل في مظاهرات عجل الخدم، نحب ونخدم انقذونا من الهم زايا ولا سيبوا علينا يعني جاي خلي قتلنا. دخلنا الأحياء الفقيرة بحثا عن الأسباب الحقيقية للاحتجاجات. مظاهر الأهمال والتهميش كانت أبرز ما شد انتباهنا في المناطق الفقيرة. غياب تام لظروف الحياة الكريمة، فتكسير الأحجار وجمع الحطب ورعي بعض الأغنام لا تزال موارد الدخل الوحيدة لعائلات لا يقل عدد أفرادها عن 11. خدمتي كل الحطب وهكا تشوف الحالة ضايع ونحني ضعيف. فقير مزمر بطال. فهمتني؟ أدخل شوف داري كيفيش. التشغيل والتنمية والالتفاتة الحكومية كانت مطالب الأحياء المتروكة للفقر، حيث أصبحت الاحتجاجات الوسيلة الوحيدة للفت الانتباه إلى مدينة مهمشة منذ زمن الاستعمار الفرنسي. عاد الهدوء إلى مدينة القصرين بعد ليلة عنيفة من المواجهات، مواجهات قد تتجدد في أي لحظة في ظل تواصل مظاهر الفقر والتهميش في المدينة. أمن الله المنصوري، تونس، الميادين. ومن تونس ينضم إلينا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بالقاسم العياري. سيد بالقاسم، ما أصعب ما يواجه مهدي جمعة اليوم؟ مساء الخير. أولا فعلا هو السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة المكلف أمام صعوبات كبيرة باعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس والواقع الأمني كذلك، واقع صعيب ووضع صعيب، وهو مطالب بإعطاء أولويات وإشارات ورسالة للشعب التونسي من أجل تحسين
الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه المزريه خاصه داخل الولايه داخل الجمهوريه مثل ولايه القصرين في تونس والتي ساهمت كثيرا في الثوره وفي الاتاحه بالرئيس المخلوع، ولكن في المقابل لم تنل هذه الجهه نصيبها من التنميه ومن التشغيل ومن الثروه الوطنيه. طيب، ولكن في النهاية هو يعني لا يملك عصا سحرية وقالها بالفم الملآن، لست صاحب معجزات. بين القضايا الأمنية والاقتصادية والمعيشية وكلها مهمة بالطبع، هل ستوضع آليات محددة للتنفيذ لئلا تقع في أخطاء الحكومة الماضية مثلا؟ طبعا هو مطالب السيد مهدي جرعة مطالب بالقطع مع سياسة الحكومة الماضية وإعطاء إشارات مهمة للشعب التونسي في جميع المستويات، بمعنى أنه ما قامت به الحكومة الماضية على السيد رئيس الحكومة الجديد عدم مواصلة هذا المنهج، وبالتالي تشريك كل الأطراف المعنية وخاصة الأطراف الاجتماعية مثل أصحاب الأعمال والنقابات لرسم خطة جديدة تتماشى مع هذا الواقع الصعيب، ولكنها تعطي إشارات إيجابية ولو كانت نسبية باعتبار الوضع الصعيب اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا، ولكنها في المقابل تعطي إشارات مهمة وإيجابية للجهات المحرومة. نعم. على عكس ما قامت به بطبيعة الحال الحكومة الماضية، وإن فعلت كذلك فلا يمكن أن نرى هذه الاحتجاجات. نعم. لأن الحكومة الماضية لم تبرمج في برامجها الاقتصادية والاجتماعية ولم تأخذ بالاعتبار هشاشة هذه الجهات وحرمانها من التنمية والتشغيل، وبالتالي انتفضت هذه الجهات ضد الحكومة. نأمل في رئيس الحكومة الجديد السيد مهدي جمع في أن يضع على مكتبه أولوية مطلقة وهو الوضع الاقتصادي كما كذلك الوضع الأمني. نعم. لأن الوضع الاقتصادي يتطلب مزيد من التشاور ومزيد من البحث ومزيد من تشريك الأطراف الفاعلة في هذا الشأن. طيب، وهذه الأطراف عفوا سيد بالقاسم إلى أي مدى يعني سيتمكن من اختيارها بسهولة؟ هو يقول أريد حكومة تكنوقراط، حكومة كفاءات غير حزبية. إلى أي مدى يعني من السهولة اليوم في ظل الانقسام تقريبا الذي شهدته تونس في الفترة الماضية الوصول إلى حكومة من هذا النوع؟ نعم، طبعا هنالك صعوبة فيما يتعلق بالجانب السياسي في علاقة بالأحزاب والتجاذبات السياسية، لأنه السهولة أمامه اليوم أمام منظمة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، أمام منظمة مثل اتحاد الصناعة والتجارة الراجع بالنظر لأصحاب الأعمال، يعطي لهذه المنظمات أولا الأهمية من حيث تشريكها في جملة هذه الملفات، ولكنه كذلك مطالب بتطبيق خارطة الطريق التي رسمها الاتحاد والرباعي الراعي للحوار حتى يعطي ثقة ويعطي رسالة إيجابية في بداية العمل نتاعه، وبالتالي يكون في هذا إذا فعل هذا الأمر وإذا اتخذ هذا التمشي سيكون الاتحاد العام التونسي للشغل معناها لا أقول مساندا له، ولكن سيكون الاتحاد ومنظمة أصحاب العمل ستكون إلى جانبه من أجل إعطاء التصورات والنهوض بهذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي. طيب، ونحن على بعد أيام قليلة جدا من إحياء الذكرى الثالثة للثورة التونسية، هل طرحت أي جداول زمنية أو آجال زمنية للمرحلة المقبلة أو لتشكيل الحكومة أو لاستكمال خارطة الطريق وعملية الانتقال الديمقراطي؟ طبعا نحن إلى حد هذا التاريخ رغم التجاذبات السياسية ورغم التباينات والاختلافات بين الأحزاب إلا أننا نجحنا كرباعي إلى حد ما في تطبيق خريطة الطريق، وما استقالة السيد علي العريض رئيس الحكومة الماضية إلا دليل على ذلك، لأنه التزم بالتاريخ تاريخ الأمس، واليوم تم تكليف السيد مهدي جمعة كرئيس حكومة مؤقت، ونأمل في أن نصل إلى يوم 14 حيث تتشكل الحكومة خلال 3 أيام المتبقي، لأنه السيد مهدي جمعة بدأ التشاور مع كل الأطراف السياسية ومكونات المشهد المدني منذ أن تم التوافق حوله، وبالتالي نأمل في أنه في هذه ما تبقى من 3 أيام المتبقية على 14 جانفي يشكل الحكومة نتاعو. نحن نعتبر أنه تقدم كثيرا
في تشكيل هذه الحكومة. هل مقصود هذا التاريخ مع نهاية إقرار الدستور؟ نحن نعرف 14 من هذا الشهر يفترض أن يقر الدستور، هذا مقصود؟ هذا مقصود، يعني أن ينتهي من مشاوراته تماما بنفس يوم إقرار الدستور؟ هذا الأمر حول التوافق من جميع الأطراف السياسية والرباعي الراعي للحوار في أن يوم 14 جانفي يقع الانتهاء من الدستور، يقع أمضاء الدستور وتتشكل الحكومة، ويبقى القانون الانتخابي نناقشه بعد هذا التاريخ، وهذا فيه توافق من طرف كل الأحزاب بدون استثناء، من جبهة الأنقاض، من الجبهة الشعبية، من حركة النهضة، من الترويكا إلى آخره، تم التوافق حول هذا الأمر. نعم، لأنه بالرغم من صعوبته، لأن الدستور ما زال فيه تقريبا 80 فصل وجب على المجلس التأسيسي الانتهاء منه في 3 أيام، هذا أمر ليس بالمستحيل إذا كان توفرت الإرادة السياسية من كل الأطراف السياسية داخل المجلس التأسيسي حتى نصل بالدستور إلى يوم 14 جانفي وبالتالي الإمضاء عليه. هذا نأمل فيه كرباعي راعي الحوار، ولكنه إن لم يكن ذلك كذلك سنتفاعل مع هذا الأمر لاحقا عند الحدث. خارج هذا السياق، هل قرأتم أي رسالة من وراء إعلان أنصار الشريعة، جماعة أنصار الشريعة في تونس وفي ليبيا، تنظيمين إرهابيين من قبل الولايات المتحدة بهذا التوقيت اليوم تحديدا؟ نحن طلعنا أخيرا على هذا الخبر، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سيجتمع غدا لإصدار موقف او بيان في هذا الشان، علما وان انصار الشريعه صنفوا من طرف الحكومه الفائته ب تنظيم ارهابي، انه تنظيم ارهابي. طبعا امام هذا التصنيف الجديد من طرف الولايات المتحده الامريكيه، الاتحاد في الحقيقه لا يمكن لي اصدار موقف باسم الاتحاد، لانه سمعنا بهذا الخبر اخيرا، وغدا سيجتمع المكتب لإصدار موقف أو بيان في هذا الشأن. أشكرك جزيلا سيد بالقاسم العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل التونسي للشغل، حدثنا من تونس. تنشط في بريطانيا بعض الجمعيات في حملة إلكترونية تطالب لندن والاتحاد الأوروبي بفرض حصار عسكري فوري وشامل على إسرائيل. الخطوة تأتي بعدما تبين ازدياد الصادرات العسكرية والواردات بين إسرائيل والدول الغربية. لم تكن إسرائيل لتصبح من أكثر دول العالم تسليحا لولا الدعم العسكري الغربي، فالحكومة البريطانية وحدها كانت قد أصدرت العام الماضي نحو 400 ترخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات جنيه استرليني، فضلا عن تعاقد وزارة الدفاع البريطانية مع شركة البيت الإسرائيلية لإنتاج طائرات من دون طيار. أن الحكومة البريطانية وضعت ميزانية 1 مليار جنيه لتطوير طائرة من دون طيار تصنعها شركة بايت الإسرائيلية، وهذه الشركة تبيع الطائرات من دون طيار على أساس أنها مجربة ميدانيا في قطاع غزة. هناك تعاون عسكري وثيق بين بريطانيا وإسرائيل، وقد اعترف وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عام 2009 باستخدام إسرائيل لمعدات عسكرية بريطانية في حربها على غزة. وما يثير غضب أصحاب الحملة أن إسرائيل لم تعد مجرد مصدر ومستورد للأسلحة، بل أصبحت شريكا للاتحاد الأوروبي بعد حصول بعض شركاتها العسكرية على امتياز المشاركة في برنامج أبحاث الأمن الأوروبي، المشروع المعروف باسم هوريزاين، والذي تقدر ميزانيته ب80 مليار يورو. أعتقد أن إسرائيل أصبحت أكثر غطرسة، فهي تأخذ السلاح وترفض الدعوات للوصول إلى حل سلمي. فعلى إسرائيل أن تدرك أن الحصول على الأمن والدعم الدولي يأتي فقط من خلال إحراز السلام مع الفلسطينيين، وعلينا أن نضغط عليها كما فعلنا مع جنوب إفريقيا للوصول إلى السلام المنشود. إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 انطلقت حملة غربية تطالب الدول الأوروبية بفرض حظر عسكري ضد إسرائيل، فهل تنجح هذه الحملة في دفع شركات جديدة إلى مقاطعة إسرائيل؟
الحكومة البريطانية تبرر موقفها من التعاون العسكري الوثيق مع إسرائيل بالتطمينات التي تتلقاها بعدم استخدام الأسلحة البريطانية ضد المدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن النشطاء البريطانيين يتهمون بلادهم بالتآمر والتواطؤ مع إسرائيل في قتل الشعب الفلسطيني. مسسرو لندن، الميادين. تجددت الاشتباكات بين أنصار الله وأبناء آل الأحمر في عمران شمال اليمن، وتزامنت التطورات مع حصار فرضته قوات عسكرية في صنعاء على مركز بدر العلمية الذي يرأسه رجل علم مقرب من أنصار الله، إضافة إلى مواجهات خفيفة بين أنصار الطرفين في تعز وسط اليمن. عشرات القتلى والجرحى في تجدد الاشتباكات بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين أنصار الله وأبناء الأحمر في عمران شمال اليمن. أنصار الله اتهموا على نحو رسمي اللواء علي محسن الأحمر بدعم المسلحين وتوجيه قائد اللواء 310 بمد المسلحين بدبابات وناقلات جند وعربات بي ام بي وأخرى محملة بأربعمائة جندي بلباس مدني للقتال إلى جانب أبناء الأحمر في حوث. أشعل هذه الحروب هو قوى النفوذ المتمثلة في حزب الإصلاح وأولاد الأحمر وعلي محسين الأحمر من أجل يعني خوفا من تمدد حركة أنصار الله. 3000 مقاتل يخوضون مواجهات عنيفة في مناطق حاشد وسط التهديدات مشايخ موالين لأبناء الأحمر بوقف زحف أنصار الله. الحوثيون يعتبرون أن حاشد أو بيت الأحمر هي العقبة، هم العقبة الآن الوحيدة كجماعة مسلحة أمام تمدد جماعة الحوثيين. الحرب على أشدها تهدأ ساعات لتتمدد كيلومترات وصولا إلى وسط صنعاء وتعز، حرب فشلت كل اللجان الرئاسية في وقفها على جبهات الجوف وحاشد وأرحب. الحرب الآن توسعت إلى 3 أطراف وليس إلى طرفين فقط، وبالتالي يصعب على لجان الوساطة أن توقف هذا الصراع كونه ليس محليا. وبالتزامن مع استمرار هذه المعارك المتمددة، أعلنت وزارة الداخلية رفع حالة التأهب تحسبا لأي أعمال إرهابية، إجراءات تأتي قبل أيام من تظاهرات دعا إليها حزب الرئيس السابق لإسقاط الحكومة. الدولة التي فشلت في وقف مواجهات الدماج عند نشوبها قبل 3 أشهر لن يكون بمقدورها وقف هذه المواجهات بعد تمددها، وخصوصا في ظل استحقاقات ما بعد توقيع وثيقة حل القضية الجنوبية من جميع مكونات الحوار التي أيدت الاتجاه على نحو واضح إلى دولة اتحادية متعددة الأقاليم. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. تظاهر آلاف الموريتانيين بعد صلاة الجمعة أمام القصر الرئاسي في نواكشوت احتجاجا على ما سموها موجة إلحاد تنتشر بين الشباب برعاية غربية، كان آخرها مقال اتهم فيه كاتبه اتهم بسب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في إطار دفاعه عن حقوق شريحة المعلمين والفقراء. من مختلف مساجد العاصمة نواكشوط ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، توجهت المسيرات باتجاه مباني القصر الرئاسي في قلب المدينة. وهنا طلب المتظاهرون الغاضبون نصرة للرسول الأكرم بضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بحق كاتب مقال متهم بسب الرسول الكريم ووصفه بالظلم والتمييز بين صحابته على أساس العرق والنسب. هذا من هذا من ما يقتلوه، نحن ضد نتقلبوا تيرورست، ارهابيين قاصدين، ذوك الارهابيين اللي عندهم هنا تيقطوا وجوههم، نحن ما عندنا مغطين وجوهنا الفوق، انا قال لي احمد والسيدي ولا علي، هذا من هذا من ما يقتل، دور تقوم بلبله موريتان. الحكومة الموريتانية كانت قد دانت رسميا المقال المسيء ووصفته بالتصرف غير المسؤول، وعبرت على لسان وزير إعلامها عن ثقتها بالقضاء الموريتاني، وطالبت وسائل الإعلام المحلية بالامتناع عن نشر كل ما من شأنه المساس بمقدسات الأمة. الحكومة والرئيس إن شاء الله لا يتخذوا جميع الإجراءات من أجل حماية ديننا الإسلام، ديننا الإسلام إن شاء الله. عن العدالة
وكفاك الأمر. هذه صورته. المسيرة انطلقت بالتزامن في مختلف مدن البلاد، وتركزت بشكل خاص في مدينة وذيبو التي تعيش منذ 3 أيام على وقع هذه الاحتجاجات، لأن كاتب المقال رهن الاعتقال هناك. جدل كبير أثاره المقال، ولا يبدو أنه سيتوقف عند هذا الحد، فكما اختلف المثقفون ورجال السياسة والدين بين اعتباره حرية فكرية أو انتهاكا بمقدسات أمة، يرى فيه بعض المراقبين بداية حراك سياسي وحقوقي سيكون له تأثير كبير على لحمة المجتمع المتعدد الأعراق هنا. أبي زيدان وكشوط، الميادين. إلى فقرة الماضي الحاضر.